مرحبا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم بسيسام ام صفوان كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش هكا كل بكل جديد فيديوهاتي بالنسبه للفيديو اليوم غادي نحضر معكم طريقه لتحضير تحضير لاباط بغيزي او العجين المكسر بمكونات سهله وبسيطه والمذاق كيجي خطير ورائع نخليكم مع تتمة الفيديو باش تكتشفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه <applause> بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج في العجين ديال لاطاط او لا بات بغيزي هما مكونات سهله وبسيطه عندي 250 غرام ديال الدقيق الفورص 125 غرام ديال الزبده اللاينه اربعه المعالق ديال حبيبات السنيده وصفار بيضه كامله والمسحوق ديال الفانيلا ممكن ان مسحوق الفانيلا تعوضوه بالقشور ديال الحامض هنا ناخد البول ديال الروبو غادي نضيف نواشف اللي هي ربعة ديال الطحين ميتين وخمسين غرام وربعة المعالق ديال سكر سنيدة سكر حبيبات وغادي نضيف راس ملعقه ديال مسحوق الفانيلا كما قلت لكم ممكن انكم تنسموا العجين باش ما بغيتو وغادي نضيف داك صفار بيضه واحدة هنا غادي ندير المكونات اللي ليا في الغوبو مو اللي ما متوفرش عندها العجان ممكن انها غير ترمل العجين بالاطراف ديال الاصابع فقط يعني ما تعجنوش وما تدلكوش باش هكا ينجح معكم تنجح معكم لاباط هنا غادي نستعمل هاد الراس ديال العجان هو اللي هو اللي كنعجنوا به لا بات بريزي غادي نبدا نرمل في المكونات وغادي نبدا نضيف الزبده تدريجيا يعني 125 غرام ديال الزبده غادي نضيفها تدريجيا على العجين وغادي نحتاج جوج معالق كبار ديال الماء عادي فقط هاد المكونات هادو بالعبار مضبوطين غادي تنجح معكم لاباط بغيزي وغادي تجيكم ناجحة مليون في المئة يعني هنا الروبو ديالي كيعجن في العجين كما كتلاحظوا او لكي كيرمل في العجين وانا كنضيف الزبده تدريجيا يعني بالنسبه للزبده تكون بدرجه المطبخ يعني تكون لينه باش هكا تسهل علينا الخدمه في اثناء العجن غادي نستمر بهذه الكيفيه هذه ولا فيتاس ديال الروبو ما تكونش عاليه يعني تكون متوسطه هنا غادي نضيف معلقه ديال الماء عادي وفي الاخير غادي نزيد واحد المعلقه ديال الماء اه يعني هنايا التحدفات ليا من اه تفضح ليا اه تحدف ليا عفوا هذا المقطع من الفيديو ولكن راه ضفت جوج معالق كبار ديال الماء عادي هنا كنحاول انا كنحاول انني نهبط داك الدقيق اللي كيطلع في الجوانب وغادي نكمل اه نكمل العمليه كما كتلاحظوا بنفس الطريقة يعني كنخلي العجين غير كيترمل ما تعجنوش يعني حتى الا عجنتوه ب بيديكم حاولوا غير تجمعوه بالاطراف ديال الاصابع فقط ما تخليوش العجينه تدلك وما تخليوهاش الزبده تطلق سخونيه ديالها بزاف يعني غير كنجمعوا العجين فقط هنا نستمر بنفس الطريقه وانا كنحاول انني نهبط العجين على الدقيق اللي كيطلع في الجوانب باش هكا تنسجم لينا المكونات مع بعضياتها وتنجح معنا لاباط غادي نستمر على الطريقه هذه تقريبا مده ديال خمسة دقائق هكاك اللي خدات معايا اولا أربعة دقائق وكانت لاباط ديالي واجده وناجحه مليون في المئه لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر فتذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يرضى لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يطوى قادر على ما لا يقدر لما تصير بعد ما تعجنات ليا لاباط اولا ترملت ليا لاباط عفوا كما كتلاحظوا هذا هو القوام القوام الاخير ديالها كما كتلاحظوا هنا راه حاولت انني ما نسرعش الفيديو باش تشوفوا لا تيكستور ديال العجين بحال اش دايره هنا كنحاول انني نجمع بديك كان كنجمع العجين على هاد الشكل هذا وغادي نديرو في غادي نتيستي هنا كما كتلاحظوا يعني العجين كيتجمع يعني لاباط بغيزي ناجحه 100% هنا غادي ناخذ بابي سولوفان وغادي نجمع العجين ديالي وغادي نحتفظ به مده ديال ساعه في الثلاجه مده ديال ساعه يعني هذه لاباط هذه ممكن انكم تحضروها وتحتفظوا بها في الكونجيلاتور او للفريقو. كت كت كتبقى في الكونجيلاتور مده ديال 3 شهور بالنسبه للثلاجه ممكن انكم تحتفظوا بها مده ديال 15 يوم او لا جوج سيمانات يعني لا بات ما غادي تخسر ما يوقع لها حتى شي حاجه انا هنا غادي نخليها مده ديال ساعه في الثلاجه باش تشد راسها مزيان وهكا غادي نرجع معكم باش نبدا نستعمل فيها في لا ديالنا هنا من بعد مدة ما دازت مده ديال ساعه كما كتلاحظوا هنا لا بات ديالي كانت شاده راسها مزيان غادي نسرحها ما بين ما بين البلاستيك الغذائي آه بالنسبه لهذاك الاطار هو اللي غادي نستعمل آه على شكل مستطيل هنا غادي نسرح في العجين ديالي ما بين آه ما بين بلاستيك الغذائي وغادي يكون السمك ديالها رقيق يعني ما نغلطوهاش بزاف يعني آه مغليضه ما, ما رقيقه يعني تكون آه يعني غادي نسرحها معكم وغادي تشوفوا آه الارتفاع ديال العجين بحال اش كيكون كما كتلاحظوا غادي نستمر وانا كنستعن بالدلاك كما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا نحاول انني نرقق لاباط يعني ما, ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه يعني لاباط ديال بحال لاباط ديال صابلي على فكره هاد لاباط ممكن انكم ديروا بها لي صابلي راه كتجي ناجحه ولا بغيتوا بغيتو ديروا لي كيش مالحين بحال دابا هذا كيش حلو لي كيش مالحين ممكن انكم ديروا نفس المقادير غير سكر سنيده لا يعني نفس المقادير مضبوطه غير سكر سنيده لا وهكذا كتنجح معكم لاباط ديال لي كيش مالحين هنا كما كتلاحظوا هنايا بديت ندير العجين في الاطار ديالي وبالنسبه لديك بلاصة راه كما شفتوا ضفت لها غير العجين راه ما باين العيب وغادي نبدا نحاول انني نقادها باش تاخذ لا ديال المول على هذا الشكل هذا هنا غادي هنا اه 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 غادي نكون ساليت وغادي نبدا نتقب فيها بحال هكا بالفورشيط ونحتفظ بها مده ديال 10 دقائق في الثلاجه ومن بعد نخرجها وندخلها الفران على 100 180 من التحت ومن الفوق حتى تذهب لينا وكنخرجوها بالنسبه للعجين الثاني كما كتلاحظوا لي شاطليه غادي ندير فيه دي ميني دي ميني صغيورين بهاد المولات هادو كما كتلاحظوا هنا من بعد ما بسطت العجين اه ما بين بلاستيك الغذائي خديت سيركل اه على شكل دائره اللي غادي ناخذ به اه الحجم او لا فورم ديال لي كيش لي ميني عفوا وغادي نبدا نحط في المول على هاد الشكل هذا حتى ياخذوا لا فورم ديال داك ال... داك القالب اللي دايرين اللي دايرين فيه العجين وكنبدا نرصي رؤوس الاصابع ديالي حتى كياخذوا كي الفورمة الفورما وبالنسبه للفائض كنحيدو باش هكا يجيونا لي كيش او عفوا لي في نفس الحجم ما يجوش غلاض ويجيو ويجيو, ويجيو رقاقين بحال هكا كيكونوا زوينين ومقرمشين هنا غادي نتقبهم تا هما بالفورشيط على هذا الشكل هذا وغادي ندخلهم الفران يطيبوا على 180 درجة من التحت والفوق حتى كيدهبوا لينا شوية وبحال هكا كنخرجوهم وكيكونوا العجين او لا لاباط بغيزي ناجحه معنا ممكن انكم تطيبوهم ايضا وتحتفظوا بهم في بواطه في الكونجيلاتور بحال هكا وقت ما بغيتوهم كتجبدوهم وكتعمروهم بالكريمه اللي بغيتو نتوما يكونوا واجدين للتقديم غادي نستمر بنفس الكيفية حتى نكمل هاد لي ميني تارتوليت ونرجع معاكم لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر بعد ما ساليت معكم لي طاغطوليت اولا العجين غادي ندوز نحضر معكم الكريمه اللي غادي نحتاج ليها نصف لتر ديال الحليب يكون بارد وغادي نحتاج هنا واحد الياغورت بالنكهه ديال املو وارغان أه وفيه بحال لوكو ديال لينوازيت بحال اللوز انا غادي نحتاج جوج معالق كبار ديال النشا او لا مايزينا غادي نحتاج ايضا جوج معالق كبار ديال سكر حبيبات او لا سكر سنيده بالنسبه للسكر كيبقى كي حسب الذوق بغيتو تزيدو في الحلاوه ولا تنقصو انا غادي نضيف المكونات على الحليب وغادي نحركهم حتى حتى ينسجموا لنا او لا يذوبوا عاد نحطهم على نحط الكاسرونه على عافيه مهيله مع التحريك المستمر حتى يعقد لنا الحليب كما كنعرفوا النشا كي كيكتل كي... كي لنا ديك الحليب عاد نضيف من بعدها ياغورت هنا من بعد ما أ... أ... عقد لنا الحليب كما كتلاحظوا غادي نضيف ديك العلبه ديال ياغورت اللي بالنكهة ديال املو وارغان وبزاف طاغيه عليها اللوجو ديال اللوز هنا غادي نضيف العلبه كامله وغادي نضيف معلقه مملوءه ديال الشوكولا ديال الدهن ممكن انكم تعوضوهم بخمسه القطع ديال الشوكولاته السوداء انا هنا عندي متوفر الشوكولاته ديال الدهن اكتفيت بها غادي نضيفها على الحليب ديالي او لا الكريمه وغادي نبدا نحرك في في الخليط حتى ينسجم كما كتلاحظوا كيتبدل اللون اللون ديالو صراحه هذه هاد المكونات هادو عطاوها واحد المذاق رائع ممكن انكم تعوضوه بياغورت ديال الكراميل اولا ديال الفلون اولا ديال يعني اللي متوفر عندكم انا اكتفيت بهاد الياغورت هذا صراحه عطا واحد اللوغو متميز هنا من بعد ما وجدت الكريمه غادي نحتفظ بها تبرد هنا بعد ما طابت لينا لاباط ديالنا كما كتلاحظوا كتجي مذهبه ورائعه و... وما كنخلوش حتى تتحمر بزاف غادي نخوي الكريمه ديالي ونحاول انني نوزعها فوق لاباط بغيزي يعني على هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا هنا غادي نكتفي بالتزيين عندي فيرميسيل نوار وعندي الفيوتين يعني التزيين كيبقى اختياري ممكن انكم ديروا غير لوز كونكاسي او لا الكاوكاو او لا لوز ايفيلي اللي متوفر عندكم او لا او لا تخليوها هكا بهاد الكريمه هذه وديروا القطع ديال القطع ديال البعويد او لا التفاح يعني كيبقى التزيين حسب المتوفر وحسب الرغبه هنا غادي ندير تزيين عشوائي كما كتلاحظوا خط ب النواخ نوار وخط بالفيوتين غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل لا ديالي كامله خليك لي يا زلي ونطير معاك الى ما تخلي الوقت يسالي يا حبيبي خليك لي يا زلي ونطير معاك الى ما تخلي الوقت بالنسبه لي ميني حتى هما من بعد ما خرجتهم من الفران كيكونوا كي على هذا الشكل هذا اه بالنسبه للوغو او للريحه كتكون رائعه بنكهه الفاني هنا غادي نعمرهم من الوسط بالكريمه كما كتلاحظوا يعني تزيين بسيط وغادي ندير ليها اه من الفوق القطع اه نصف قطعه ديال الجوز اولا القرقع يعني اللي متوفر عندكم ممكن انكم تزينوا به يعني ممكن انكم ديروا غير غير الكوك من الفوق او اللي متوفر انا هنا اكتفيت بهذا الشيء اللي متوفر عندي في الدار هنا من بعد ما عمرتهم كاملين كما كتلاحظوا يعني يعني هذا العجين هذا خرج لي هذيك لا الطويلة طويله وخرج لي ستة ديال لي ميني طارتوليت يعني كميه مهمه هنا غادي نكتفي بهذا الزين هذا اللي هو عباره عن نصف قطع ديال الجوز اولا الكركاع وغادي ندير من بعد منها الخطوط ديال لاصوص ديال الكراميل على هذا الشكل هذا غادي نزينها يعني تزيين بسيط خليك <applause> ما الوقت يسالي هذا هو النهائي ديال لي او لا بغيزي يعني من ا شاركت معكم لا بحال اش تخدموها والكريمه اقترحت عليكم هاد الكريمه الكريمه عفوا في المتناول ديال الجميع يعني كاينين بزاف ديال الكريمات ممكن انكم تستعملوهم يجي الشكل النهائي ديالهم على هذا الشكل هذا كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم والوصفه ايضا تنال اعجابكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وديروا جيم الى عجبكم الفيديو وبارطاجيو القناه مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل الاجتماعي خليتكم على خير الى فيديو مقبل ووصفات او لوصفات جديده <applause>